والله يعني حسينا فقنا على الزلزال بمراحله الأولى، بلشنا يعني نفيق الأولاد، جمعتهم بمكان كلياتنا بمكان واحد. الهزة الأولى طبعا صار عنا شوية تصدع بالبناء، حاولنا نطلع البواب ما عاد تنفتح معنا، بعدين تجمعنا بمكان وإجت الهزة الثانية، بلشت البناء ياخذ هبوط للأسفل مع تمزيق للحيطان. هون طبعا الشعور الأمر يعني لا يصدق، الأولاد صياحات، نقول يا الله، نذكر الله، نتشاهد. وبعد ما هدت الأوضاع شوي طبعا البناية كبست، ما عاد نحسن نطلع برات البناية، صرنا نصيح أنا وابني على الشارع نحاول بلكي حدا يجي يعني يساعدنا كذا. تقريبا بقينا على هالأمر هاد بحدود شي ساعتين إلا ربع، أجونا شباب اثنين الله يجزيهم الخير، أنا وجاري طبعا هون نفس المشكلة، أنا وجاري طبعا جاري هون كسر الجرانيت بالبيت، حاول يعزل تحت الباب، الشباب اللي اجوا دفشوا الباب عن جاري، انفتح بحيث انه يطلع شخص واحد، واخلوا جاري هو وعيلته، وبعدين رجعوا طلعوا لعندي، في حيط بيني وبين جاري على المطبخ انكسر. طبعا من خلال هاي الفتحة هاي نحن طلعنا على بيت جاري، وبعدين نزلنا الساعة 6:30 كنا على الشارع تماما. والله رحنا يعني عضي على عند أهلي، تقاوينا عند أهلي، الصبح رجعنا على البناية، البناء طبعا غير صالح للسكن وصنفوه ضمن البناء اللي بده يتهدم، وبقى نحن الله سبحانه وتعالى يهيئنا مكان إن شاء الله وتعالى نسكن فيه. والله التكلفة عالية جدا، يعني نحن موظفين وشقة يعني عمر واحد، يعني تقريبا كلف فوق 30,000 دولار، والحمد لله حاليا نحن المهم طلعنا سالمين وعلى الله. نحن حاليا يعني بدنا مأوى يكون يقوينا، مثلا بيت كذا بدنا ندور، نحاول ندور على بيت ان شاء الله وتعالى. عنا بالضيعة بدنا نحاول نتآوى بين ما نظبط امورنا ان شاء الله.